تعاملت دولة جزائرية نمي مليح، عاونتنا بليون، تعاونوا ثاني في المطارات، جابوا الناس من الخارج. مانيش راضي 200%. فهمتني ولا؟ أنا واحد من الناس أني أنطريت ندي فيه 4 دورو، فهمتني ولا؟ ندي فيه 4 دورو راني داخل في الحيط، ما عنديش واش ناكل نشرب أنا ولاتي، فيه 7 في العين. نورمال ما عرف التعامل. إيه واش راه نقول لك أنايا؟ غلطوا برد غلطة كي جابوا لنا اللي جابوهم من نومن. يا مواطن راني راضي بالشيء اللي خدمته الحكومة. قرارات عشوائية، اعتباطية، ما كانش إعانات، كثر خير الجمعيات اللي هزت الناس، كثر خير الناس الخير اللي هزت الناس. مات ما دارت حتى معاملة، ما تعملت خلاص الزبالة مساكنة ما لقاوش واش ياكلوا، راه مغيبتي لهم خلاص، هما كورونا كورونا، كلش هاد كورونا كاينة صح، نقعدوا في ديارنا يديروا شهرية الزبالة دوك ما يخرجوش خلاص. قايمة بالواجب ما تقدرش دير أكثر من حنا. هذا الشيء اللي كاين في العالم بإثرة يعني. الحمد لله شيء كلش متوفر، شفنا عند الدول المتقدمة وعانوا من الجوع والعطش. والحمد لله احنا ما جعنا ما عطشنا وفوتنا رمضان الحمد لله، ونطلبوا من ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا البلاء. هذا هو الرسمي.